فتاوى مع فارس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة على الهواء مباشرة من الساعة الثانية وحتى الثالثة ظهرا، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نستقبل استفتاءاتكم على واتساب الإذاعة على الرقم 055-66-89-001. مستمعي الكرام، في هذه الدقائق والأثناء نرحب بضيفنا وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح الحساوي. السلام عليكم دكتور صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور فارس، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. كعادتنا في مستهل كل حلقة نعلق على خطبتي الجمعة التي ألقيت اليوم من على منبري الحرمين الشريفين. ففي مكة شرفها الله خطب اليوم فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة خطبة عن الإلف، عن إلف المعاصي والنعم. من ضمن ما ذكر فضيلته: اشكروا ربكم على ما أملاكم وأعطاكم، وتذكروا على الدوام نعم الله عليكم، واسألوه أن لا يحرمكم ما عودكم من جميل فضله وإحسانه. وذكر فضيلته أن من أعظم هذه الطبائع أثرا على العباد خلق الإلف والاعتياد، وهو في ذاته خلق يدل على استكمال النعم ودوامها وثبوتها واستقرارها. لو تعلق على ذلك شيخنا الكريم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فلا شك أن من أخطر ما يمر به الإنسان في حياته إلف النعم واعتياد النعم، هو أمر خطير، ودلالته على دوام النعم واستقرارها، وخطورته في أنها تستوجب شكرا يكافئ هذا الإلف والدوام من النعم. تدوم النعم وتكثر حتى يعتادها الإنسان ويصل إلى مرحلة لا يشعر معها بما هو غارق فيه من النعم، يصل الإنسان إلى مرحلة قد لا يشعر معها بما هو غارق فيه من النعم، ولا يدرك عظيم النعم التي تحيط به من كل جانب. وقد عاتب الله تعالى قريشا على إلف النعم واعتيادها حتى غفلوا عن المنعم سبحانه. وما هي النعم التي كانت فيها قريش؟ نعمة الأمن، وشيء يسير من الحبوب التي تأتي من الشام أو من اليمن أو اللباس. لا يمكن أن تقارن النعم التي كانت فيها قريش وامتن الله بها عليهم بالنعم التي نعيشها اليوم. وكان العتاب على أن هذه النعم المتتابعة المستمرة أنهم لم يشكروا المنعم سبحانه. وإذا تأمل الإنسان حوله في وقتنا الحاضر نرى أننا اعتدنا نعما كثيرة حتى صرنا لا نشعر بها. فمثلا خذ نعمة العافية، الغالب على الناس أنهم في عافية في أنفسهم وأهليهم، ليس كل الناس مرضى، المرضى شريحة يسيرة، فعامة الناس هؤلاء المعافين في أبدانهم ليس وراء الواحد منهم موعد لغسيل الكلى ولا جرعة كيماوي ولا يركب جهاز ينظم ضربات القلب ولا غيرها من الأمراض. ثم تجد هؤلاء المتعافين في غفلة عن شكر المنعم سبحانه، والسبب أنهم اعتادوا نعمة العافية ولم يعودوا يشعرون بها.
خذ مثلا نعمة الأمن الوارف الظلال الذي نعيش فيه، يسير الواحد منا من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لا يخاف إلا الله، ويسافر أولاده لكل مدن المملكة وهو عليهم آمن، بل قد لا يعده سفرا، ويوقف الواحد منا مركبته في أي مكان، عند بيته وفي سوقه وفي عمله وهو آمن، ويخرج من بيته وهو آمن، ويعود وهو آمن، آمن على نفسه على أهله على ماله، فلا يتعرض الواحد منا لجرائم الخطف والقتل وقطع الطرق وتسور البيوت على أهلها، ثم نغفل عن شكر المنعم سبحانه بهذه النعمة العظيمة، ثم شكر القائمين على أمن هذه البلاد. لما؟ لأننا ألفنا واعتدنا هذه النعمة فلم نعد نشعر بها. ألفنا نعمة التوحيد الخالص، فنرى مساجدنا لا يعبد فيها إلا الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، هذه نراها واقعة في مساجدنا، ونرى انعدام مظاهر الشرك والبدع والخرافات، ولا نرى مسجدا بني على قبر ولا قبرا أدخل إلى مسجد كحال عدد من أقطار المسلمين. فغفلنا عن شكر المنعم سبحانه لأننا ألفنا نعمة التوحيد الخالص واعتدناها. والحديث يطول في قضية اعتياد النعم، ولعلي أختم بنعمة يسيرة وهي عظيمة، نعمة توفر الماء العذب، ليست نعمة الماء بل توفره، يستيقظ الواحد منا على فراشه والماء على بعد أمتار منه، لا يحتاج أحدا أن يجلبه له كما كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم، ماء وفير يكفي كل أهل البيت لكل شؤونهم من وضوء وغسل ونظافة وغيرها، هذا لم يتوفر حتى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعيش في بلد صحراوي لا أنهار ولا بحيرات، إنما جهود الدولة المباركة. فاعتدنا هذه النعمة، فاعتياد النعم أمر خطير إذا لم يستشعر الإنسان تلك النعم ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من شكرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا شاكرين لنعمه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. كذلك في الحرم النبوي الشريف خطب اليوم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب بن حميد خطبة من ضمن ما ذكر فضيلته فيها أن الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب رحمة بخلقه وأقام حياتهم على سنن حكمته وحكمه، فالطير طير الله والخير خير الله ولا إله إلا الله. وذكر فضيلته أن الأسباب لا، وأن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا الأعمال ترزق ولا الأدواء تعدي ولا الأهواء تردي ولا الأقوات تغذي ولا الطبيب يشفي ولا العائل يكفي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لو تعلق على ذلك شيخنا الكريم. نعم، الذي يظهر أن مضمون هذه الخطبة عن التوكل، لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقيق التوكل على الوجه المطلوب هو الذي يجعل المؤمن يوقن أن كل أمر هو بأمر الله وتحت قهره ومقتضى علمه وقدرته. ولكن لعلي أنبه إلى أمر في التوكل أشار إليه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين، وهو أن عامة الناس إذا ذكر أمر التوكل فيتبادر الذهن ويستحضر القلب التوكل في الأمور الدنيوية، التوكل في تحصيل الأرزاق، التوكل في الكسب في المعاش في العمل في الدراسة، هذا المتبادر. وبين ابن القيم أن هذا التوكل وإن وقع حقيقة من العبد على وجهه المشروع إلا أن صاحبه مغبون. يقول لماذا؟ يقول لأن التوكل الأعظم هو الذي يكون، بمعنى كلامه يعني أن التوكل الأعظم هو الذي يكون لتحصيل الأمور الدينية، أن التوكل الأصل فيه التوكل في أداء العبادات وتحصيل العلم وزيادة الإيمان، وأن هذه المقامات الأشرف والأعظم، ثم يأتي بعد ذلك التوكل في تحصيل أمور الدنيا وطلب الأرزاق. والتوكل نعلم أن بينه وبين الأسباب ارتباطا شرعيا، جعل الله عز وجل ارتباط بين التوكل وبين فعل السبب، فالمتوكل حقيقة لا يطمئن إلى الأسباب ولا يهملها أيضا، بل يقوم بالسبب وينظر إلى المسبب سبحانه، يقوم بالأسباب
وينظر إلى المسبب سبحانه، فالتوكل مقرون بالعبادة، فاعبده وتوكل عليه، وهو من أشرف المنازل التي يربى عليها حتى الصغار حتى يعتادوها إذا كبروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي ابن عباس بالتوكل وهو غلام صغير، يقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني هذا الحديث يوجه لي غلام في السابعة أو في الثامنة، يزيد قليلا أو ينقص قليلا، يقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فيربيه على التوكل من بكور حياته. والتوكل هو التعلق بالله وقطع الأمل من الناس. وقد سئل الإمام أحمد عن التوكل وقال هو قطع الاستشراف باليأس من الناس، يعني ما يتطلع للناس أبدا، لأن القلب متى التفت إلى غير الله وكله الله لمن التفت إليه. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. بعض الناس يتعلق بشخص فيكلها الله عز وجل لذلك الإنسان. يقول شيخ الإسلام ما رجى أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من التوكل أوفر الحظ والنصيب. نعم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بعلمكم على هذا البيان والتعليق المبارك. نستأذن فضيلتكم في فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لاستكمال حلقتنا بمشيئة الله. فتاوى مع فارس جمال. عودة إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. كما نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن صوالح الحساوي. السلام عليكم دكتور مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور. نستأذن فضيلتكم في تذكير المستمعين برقم التواصل لكل من يرغب بأن يستفتي شيخنا، يراسلنا على واتساب الإذاعة على الرقم 055-66-89-001. شيخنا الكريم حفظك الله، هذا السائل يسأل يقول في سؤاله: هل للأشهر الحرم مزية على الأشهر الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأشهر الحرم معظمة، قال الله عز وجل منها أربعة حرم، وميزتها في تعظيم الظلم فيها، ميزتها في تعظيم الظلم فيها، قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبعض أهل العلم يقول هذا الضمير فيهن يعود على جميع الأشهر، فالظلم محرم في جميع الأشهر. وبعض أهل العلم يقول لا، هذا خاص بالأشهر الحرم، فالظلم معظم في العام كله وهو في الأشهر الحرم أعظم، وهو في الأشهر الحرم أعظم. وكانت العرب كما هو معلوم تحرم القتال في هذه الأشهر الحرم، فجاء الإسلام بتعظيمها، وهي ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. سمي رجب مضر لأن مضر هي كانت أعظم من يعظم هذا الشهر. والحاصل أن الظلم فيه أعظم من الظلم في غيرها. أما في شأن الحسنات فالحسنات عظيمة في العام كله، مضاعفة الحسنات في الأشهر الحرم وفي غيرها واحد، ولكن المعاصي والظلم خاصة، بعض أهل العلم يراه أنه في الأشهر الحرم أعظم من غيرها، لأن الله عز وجل خصها بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في سائر العام، ولكنه في الأشهر الحرم آكد وأعظم. نعم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. حفظك الله شيخنا، هذا السائل يقول في سؤاله: هل تجوز قراءة القرآن الكريم للحائض من الهاتف النقال؟ نعم، الصحيح أن المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن دون مس المصحف، فلو قرأت القرآن من الهاتف المحمول الجوال أو قرأته من كتاب تفسير ففعلها صحيح، فعلها صحيح ويجوز لها القراءة، لأن العذر هذا ليس بيدها. أما مس المصحف فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف،
حتى تطهر من الحيض، ولكن القراءة عن ظهر قلب غيب أو القراءة من كتاب تفسير أو من الجوال فهو جائز للحائض وللنفساء، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظك الله يسأل، يقول في سؤاله: هل يجب الوضوء لسجود الشكر؟ لا، سجود الشكر وسجود التلاوة ليست صلاة، ليست صلاة، إنما هي من الدعاء، والدعاء يجوز على الطهارة وعلى غير طهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويسجد الصحابة الذين معه الحاضرون، وقطعا أنهم ليسوا كلهم على طهارة، بل قرأ مرة النجم وكان هناك مسلمون وغير مسلمين. فسجود التلاوة وسجود الشكر لا تشترط له الطهارة، فإذا حصل للعبد نعمة أو دفعت عنه نقمة، بمعنى أنه حصل ما يستوجب ما يشرع له سجود الشكر، فإنه يسجد. ولما بلغ كعب بن مالك رضي الله عنه توبة الله عليه قال: خررت ساجدا. نعم، والله تعالى أعلم. وعلي رضي الله عنه لما بلغه قتل الثدية سجد كذلك، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذه السائلة حفظك الله تسأل، تقول في سؤالها: هل تقصير الحواجب قليلا يجوز من باب الترتيب؟ لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبها، لا بالنتف ولا بالقص ولا بالليزر، بإزالة بالليزر، ويدخل ذلك كله في النمص. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، إلا لو كان شيئا في الحاجب مشوها، كل من يراها يرى أن هذا شيء مشوه على غير عادة المرأة، فهنا يشرع لها التهذيب، لأنه ليس نمصا وإنما إعادة الخلق لطبيعتها أو كان شيئا مشوها. أما للتزين والتهذيب هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يرعاكم الله يسأل، يقول في سؤاله: كنت أصلي مع الإمام صلاة العصر، وفي الركعة الثالثة ركع الإمام ولم أستطع إكمال قراءة الفاتحة، فهل أركع معه أم أكمل الفاتحة أولا؟ الواجب عليك متابعة الإمام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا الحديث. فالواجب عليك متابعة الإمام، وتسقط عنك قراءة الفاتحة وتكفيك قراءة الإمام وإن كانت قراءة الإمام سرا. والدليل أن الإنسان إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع ويدرك الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة، فإذا ركع الإمام المشروع في حقك متابعة الإمام وإن لم تكمل قراءة الفاتحة، وهذا مما يحمله الإمام عن المأموم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظك الله يسأل، يقول: فاتتني صلاة الجمعة بسبب النوم، ماذا علي؟ إذا كان نوما خارجا عن إرادتك، بمعنى أنه ليس من عادتك أن تنام عن صلاة الجمعة، فعليك أن تصليها ظهرا، وأن تحرص فيما بقي على أن لا تفوتك صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب في حقك قضاؤها ظهرا 4 ركعات إن كن هذا الأمر الأول. أما إن كان تفريطا فهذا من كبائر الذنوب، إن كان نومك عن الجمعة تفريطا أو كان من عادتك أن تفرط في الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. فيخشى على المسلم الذي يفرط في ترك صلاة الجمعة أن يطبع على قلبه،
وهذا من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات أن يطبع على قلب المسلم وهو لا يشعر. فالحديث أو لا يختمن الله على قلوبهم كما في الحديث الآخر، فيخشى المسلم من هذا. بل جاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. فيخشى المسلم على نفسه من ذلك، يخشى من أن يكتب في ديوان المنافقين، ويخشى أن يطبع على قلبه، ثم بعد ذلك يكون في غير عمل. فالجمعة شأنها عظيم. أما لو كان لظرف طارئ وعلى غير عادة الإنسان أن ينام، فكفارتها أن يقضيها ظهرا، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظك الله يسأل يقول: أسكن مع والدي بجدة، وجاءتني وظيفة دائمة بالرياض، هل يجوز لي القصر والجمع إذا أتيت إليهم في جدة لمدة 2 أو 3 أيام كل 2 أسبوع أو كل 3 أسابيع؟ إذا كنت تعتبر أن بيت والديك سكن لك، بمعنى أنك لم تتزوج، فإذا جئت إقامتك عندهم فبيت والدك بيت لك. أما إذا كان لك بيت مستقل في الرياض ولا تعتبر بيت والديك بيتا لك، إنما أنت كالزائر وكالضيف، فتقصر في جدة، وإذا أردت العمرة تذهب إلى الميقات، ميقات أهل الرياض، فتعتبر منهم. أما إن كنت ترى أن بيت والديك هو بيت لك ما زلت مقيم فيه، فيكون بيتك في الرياض بيت العمل، وهنا بيت الوالد الذي هو محل إقامة أخرى لك، فأنت في الرياض مقيم لعملك، وفي جدة مقيم، يعتبر هذا منزل آخر لك. وفي العمرة إن شئت حرمت من ميقات أهل الرياض، وإن شئت حرمت من جدة باعتبارك من أهل البلدين. أما إن كنت ترى أن بيتك في الرياض فقط، وأن في جدة هذا لم يعد منزلا لك، وإنما أنت فيه كالضيف، تأخذ أحكام أهل الرياض في الصلاة وفي العمرة وفي غيرها، وفي جدة تكون مسافرا. نعم نعم. بالنسبة لشهود صلاة الجمعة، إذا اعتبرناه مقيما في جدة تلزمه صلاة الجمعة، تلزمه صلاة الجمعة. وإذا قلنا هو مسافر، الجمعة لا تلزم المسافر، لكنه إذا سمع النداء وكان قريبا منه فإنه يجيب، إلا إن كان يصلي جماعة. لأن الإنسان في السفر إن كان مقيما نازلا ويسمع النداء فإنه يجيب، إلا إن كان معه من يصلي جماعة فإنهم يصلون جماعة قصرا في مكان إقامتهم، لأن صلاة الجماعة شيء والقصر شيء، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. نستأذن فضيلتكم في فاصل قصير أخير، ثم نعود بعد ذلك لاستكمال ما تبقى من حلقتنا بمشيئة الله. فتاوى مع فارس جمال. عودة إلى مستمعي الكرام مرة أخرى وأخيرة في هذه الحلقة، تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. نذكركم مستمعي الكرام برقم التواصل لكل شخص يرغب في أن يستفسر شيخنا الكريم، يراسلنا على واتساب الإذاعة على الرقم 0556689001. نرحب مرة أخرى بضيفنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح الحساوي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور وأهلا ومرحبا بكم. دكتورنا الكريم حفظك الله، هذه عائلة مكونة من أم وبنات، والدهم قبل أن يتوفى سجل بعض أملاكه باسم الوالدة وباسم إحدى بناته، فالبنت تصرفت في بعض أملاك الوالد وباعت شيئا منها، باعت بعض السيارات وما إلى ذلك، وبعض الأملاك المسجلة باسم والدتهم يأتيهم منها إيجار، لكن حرموا الابنة
لأنها تتصرف في أملاك والدها المسجلة باسمها دون أخذ الإذن والموافقة من الورثة، فما حكم ذلك شيخنا الكريم؟ هذه مسألة خصومة وخلاف، فيرجع فيها إلى المحكمة. طبعا لا يجوز للوصي على المال أو الوكيل أن يتصرف إلا بما فيه مصلحة موكله، بما أن كان وصيا على ورثة أو وصيا على أيتام أو وصيا على ناس قاصرين، فإن الوكيل لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة الشرعية ويتقي الله عز وجل في الأمانة الموكلة إليه، لأن الأمانة شأنها عظيم. فالناس إذا جمعوا يوم القيامة لا يقوم على الصراط إلا الرحم والأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام: وتقوم الأمانة والرحم بكنفتي الصراط، مما يدل على أن هذه الخصلة وهذه الشعيرة من شعائر الإيمان والشعبة شأنها عظيم، فعليها أن تتقي الله عز وجل في الأمانة الموكلة بها. أما الخلاف بينهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة وتفصل بينهم وتعطي كل ذي حق حقه. نعم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظك الله يسأل يقول: بعض الأحيان أجد تكاسلا في الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز لي أن أصلي في المنزل؟ لا يجوز للرجل القادر الذي ليس بمريض مرضا يمنعه من صلاة الجماعة أن يصلي في بيته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر مرض يمنعه من إتيان الصلاة أو خوف أو مطر ونحو من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة. وأهل العلم في اشتراط الجماعة على قولين: بعضهم يراها واجبة بمعنى أنه آثم، فإذا صلى في بيته صلاته صحيحة وهو آثم، وبعض أهل العلم يرى أن جماعة شرط بمعنى أنه إن صلى في بيته فصلاته باطلة. فعلى المسلم أن يصلي في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، وقد كان الصحابة يأتون إلى المسجد وهم مرضى، كما يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يستند على رجل حتى يأتي إلى المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الصلاة الجماعة إلا لما كان مرضا يثقله عن الخروج للصلاة، بل كان يتحامل على نفسه ويجلسونه بجوار أبي بكر الصديق ليصلي. فشأن الصلاة عظيم وأجرها لا يخفى على أحد، فإذا كان المشي إلى الصلاة يكفر الذنوب، وانتظار الصلاة يكفر الذنوب، والوضوء للصلاة يكفر الذنوب، فكيف بالصلاة نفسها؟ فكيف بالصلاة نفسها وهي نور للعبد يوم القيامة؟ فيجب على المسلم أن يصلي مع الجماعة إلا إن كان له عذر يمنعه من حضور الجماعة، والأعذار التي تبيح التخلف عن الجمع والجماعة معلومة، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظك الله يقول: لدي سؤال ويتكرر معي في السفر كثيرا، وهو: هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة؟ نعم، هذه مسألة خلافية بين الشافعية والحنابلة. الأحناف كما هو معلوم ليس عندهم جمع بين الصلوات أصلا إلا في النسك في الحج في عرفة ومزدلفة، والشافعية يجيزون الجمع بين العصر والجمعة، والحنابلة لا يجيزون ذلك. وأنا أقول: إن احتاج الإنسان إلى الجمع فيجمع، وهو قول معتبر في جواز الجمع بين الجمعة والعصر. والذين يقولون لا يجوز يقولون الجمعة تختلف عن الظهر، وذكروا نحو 20 فرقا بين الجمعة والظهر. فنقول: المسألة خلافية، وإن جمع فالجمع قول معتبر وهو مذهب الشافعية، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل حفظك الله
يقول في سؤاله: امرأة حامل في الشهر الرابع وترغب هي وزوجها في إسقاط هذا الحمل، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز إسقاط الحمل في الشهر الرابع. من أجاز إسقاط الحمل من العلماء أجازوه في النطفة 40 يوما الأولى، فالأربعين يوم الأولى يجوز فيها إسقاط الحمل لأنه ما زال نطفة لم يتخلق ولم تنفخ فيه الروح. أما بعد ذلك إذا كان مضغة أو علقة، إذا كان علقة أو مضغة مخلقة أو غير مخلقة أو المرحلة التي بعدها كما هو في حال السائل، فهذا يدخل في الوأد، يدخل في الوأد وفي قتل النفس. والله عز وجل يقول: وإذا الموؤودة سئلت. والموؤودة على قسمين، قسم ولد وخرج إلى الحياة وقسم لا زال حملا، وكلاهما يأخذ حكم الموؤودة، فلا يجوز التعدي عليه. وبعض الأطباء يذكرون أن الجنين من بداية الحمل تبدأ فيه علامات الحياة، والله تعالى. لكن نقول أن العلماء أجازوا إسقاط الحمل إذا كان 40 يوما فأقل، ما زال في حكم النطفة. أما بعد ذلك لا يجوز إسقاطه، لا سيما إذا بلغ المرحلة التي ذكرت. ولا يدري الإنسان أي ذرية يصلحها الله عز وجل، لا تدري هل الصلاح والبر يكون في أول الأولاد أو أوسطهم أو آخرهم، والأرزاق قد كتبت. فبعض الناس فيه تأثر مما كان في أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فالله عز وجل لما قال عن المشركين قال: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، في آيتين في الأنعام والإسراء، بيّن أن عامة ما يحصل من قتل الأولاد هو من خوف الرزق. وكان في الجاهلية مع خوف الرزق خوف العار، ولكن في هذا الزمن الغالب في مسألة خوف الرزق والتكلفة والزيادة في أمور الحياة. نقول إن هذه الأمور قد فرغ منها شرعا وقدرا، فالأرزاق قد كتبت، والجنين في بطن أمه وكتبت قبل ذلك في اللوح المحفوظ، فلا يجوز إسقاط الجنين في هذه المرحلة، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظك الله يقول: بالنسبة لصلاة الضحى، بعض الناس يقول إذا صليت الضحى مرة بالأسبوع أن هذا يكفي إلى نهاية الأسبوع، هل هذا صحيح؟ لا، صلاة الضحى من النوافل اليومية، من النوافل اليومية، فيصليها إن تيسر له كل يوم، وإن لم يتيسر لا يقطعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بالوتر قبل أن يرقد بركعتي الضحى، فيفهم من الحديث أنها كل يوم. وجاءت حديث تبين أن صلاة الضحى تصلى كل يوم، ففي الحديث: يا ابن آدم اركع لي في أول النهار 4 ركعات أكفيك لهن آخرة. فركعتي الضحى تصلى كل يوم، لكن إذا لم يتيسر للإنسان وصلى يوم عن يوم أو كل يومين فهي من النوافل ليست من الواجبات، ولكن المواظبة عليها خير. ومن جلس في المسجد حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فهاتان الركعتان التي يسميها بعض الناس صلاة الإشراق هي ركعة الضحى في أول وقتها، ركعة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، ويستمر وقت الضحى إلى قبل الظهر، أذان الظهر بعشر دقائق، قبل الأذان بعشر دقائق يدخل وقت النهي، فهذا كله وقت لصلاة الضحى، وهي صدقة عن كل مفصل من مفاصل الإنسان 360 كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لعلنا نختم حلقتنا بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: هل قول سبحان ربي العظيم والأعلى وتكبيرات الانتقال سنة؟ وما هي أركان وواجبات الصلاة؟ هذه من الواجبات،
قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وتكبيرات الانتقال هي من واجبات الصلاة، هي من واجبات الصلاة، لو تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو، ولو تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو. وأركان الصلاة كما هي معلومة الأركان 14 ركنا التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليمتين، أولها القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة كما هو معلوم، والركوع والرفع منه والسجود والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة والترتيب والتشهد والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وختامها التسليم. فهذه الأركان، والمذاهب الفقهاء مختلفون، بعض الأركان عند الحنابلة هي واجبات مثلا عند الشافعية، وبعض الأركان عند الشافعية هي واجبات عند الحنابلة وهكذا، ولكن هذا المذهب عندنا أن الأركان 14 وما عداها فهو من واجبات الصلاة أو سننها. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، ونفع الله بعلمكم البلاد والعباد، وجعل ما قدمتم من علم نافع في ثنايا هذه الحلقة في موازين حسناتكم وفي صحائف أعمالكم، وبارك الله فيكم على وقتكم وبقائكم معنا في هذه الحلقة، وعودا حميدا شيخنا الكريم. جزاكم الله خير دكتور فارس والإخوة المستمعين والمستمعات والزملاء القائمين على هذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا وشاهدا لنا يوم نلقاه، وأسأل الله جل وعلا أن يديم على بلادنا المملكة العربية السعودية ما هي فيه من نعم وآلاء، وأن يزيدها من فضله، وأن يوفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يتولاهم بحفظه ويردهم منصورين مظفرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كان معنا مستمعين الكرام ضيفا كريما صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن صويلح الحساوي، شكر الله له وبارك فيه ونفع بعلمه البلاد والعباد. مستمعي الكرام، ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثالثة ظهرا في برنامج ورتل القرآن على الهواء مباشرة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، سائلا الله بمنه وكرمه أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا، وأن يبارك لنا في قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يطيل الله في عمره على الطاعة والصحة والتوفيق، وأن يبارك في ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم وفقهم بتوفيقك واشملهم برعايتك وكرمك يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم يا ربنا موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان من المستمعين والمستمعات في قلبه سؤلا يسأله وأملا يؤمله، اللهم أعطي كل ذي سؤل سؤله، وأعطي كل ذي حاجة حاجته. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الشكر في ختام برنامجنا لمهندس هذه الحلقة المخرج الزميل عبد العزيز آل سحيم، ولكم أنتم مستمعي الكرام في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.